السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعنا إن شاء الله في ليكتشر جديدة في الكورس الخاص بالنمبر ثيوري. هنتكلم النهاردة في موديل جديد ألا وهو السي آر تي. إيه هو السي آر تي أو الشاينيز ريميندر ثيوري؟ هي نظرية بتجمع مجموعة الخصائص أو مجموعة من الخصائص اللي إحنا اتعلمناها مع بعض. طبعا إحنا اتفقنا إن إحنا عاوزين ناخد الخصائص دي، مش بس ناخدها، لأ إحنا ده لازم نوظفها عندنا في الكمبيوتر ساينس. ودايما قلت لك لما تاخد اي حاجه خاصه بالكمبيوتر ساينس، ايا كانت بقى، خاصه بميديكال او خاصه ب ماثيماتيكال او خاصه ببيولوجيكال، اي حاجه مدام ان انت بتاخدها في مجال الكمبيوتر ساينس، حاول دايما ان انت توظفها في مجال الكمبيوتر ساينس وفي شغلك وفي الاوبتمايزيشن بتاع البروبلمز بتاعتك وفي حاله البروبلمز بتاعتك وفي التشفير، فك تشفير اي مشكله تشوفها، حاول ان انت ايه تريبريزنتها او تمثلها بالطرق اللي انت بتتعلمها دي. طيب تعال نفكر النهارده او نشوف النهارده ايه هو السي ار تي. السي ار تي طبعا هيبدا يستخدم مجموعه من التولز اللي احنا اخدناها، زي مثلا ازاي ان انا احسب المودولس، هيبص على الفلور ديفيجن، برضو هيبص على حته المالتيبليكاتيف انفيرس اللي احنا اخدناها مع بعض عشان يعمل عمليه معينه. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول لك ان انت مبدئيا احنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها والالجوريزمات اللي احنا هنشوفها قدام هي ما الا بس ميرج او هايبرتيزيشن من الحاجات اللي احنا بناخدها، الحاجات السيمبل. قلت لك احنا مش هناخد البرايم نمبر عشان برايم نمبر، لكن هناخد البرايم نمبر عشان نحطها في ريال وورلد بروبلم. هنحط مثلا المودولس عشان نحطها في ريال وورلد بروبلم، مالتيبليكاتيف انفيرس عشان نحل بيها برضه بروبلم او اوبتمايزيشن بروبلم. تمام، طيب اتكلمنا بما فيه الكفايه، تعالى نخش كده ايه هي السي ار تي. بيقول لك والله احنا كان عندنا قفص، تمام. القفص ده موجود فيه مثلا مجموعه من، هنقول اي حاجه، ممكن نقول مثلا البيض، تمام. وكان عندنا جه حد مثلا او جه فرس داس في البيض ده ففقش البيض كله او اتكسر البيض كله، تمام. فانا عاوز اعرف عدد البيض ده عشان يعني استعوض الحد صاحبه اللي هو بيحكي لك قصه، بيقول لك ان انا عندي كان في قفص او واحده في الشارع بتبيع بيض، تمام. حد في الشارع بيبيع بيض وجه فرس بتاع ايا كان، وزير او سفير او اي حاجه، داس فيها او عربيه دست فيها، تمام. فلما دست في القفص ده اتكسر البيض اللي فيه كله. فاحنا دلوقتي عاوزين نعرف القفص اللي في البيض عشان الراجل يقدر ان هو يعوض الايه الشخص صاحب البيض. طيب قال لك نعمل ايه؟ قال لك انا مش قادر احدد لان كله اتكسر، لكن هي او صاحب القفص قال لك والله انا فاكر ان انا لما اخدتهم او قسمتهم كانوا عندي موجودين في قفصين، تمام، كانوا عندي موجودين في القفص ده، لما نقلتهم من القفص ده للقفص ده بطريقه معينه، الطريقه المعينه دي بيقول لك ان انا نقلتهم اتنينات ما تبقاش معايا حاجه، لما نقلتهم اتنينات ما تبقاش معايا حاجة، تمام. ولما نقلتهم خمسات اتبقى معايا واحد. يعني ايه؟ يعني لما نقلتهم من القفص ده للقفص ده في الاول اتنينات، اتنين باتنين ما تنقاش معايا حاجة خالص ونقلتهم مظبوط، لكن لما نقلتهم خمسات اتبقى معايا بيضة في القفص ده ونقلتها في الاخر، ولما نقلتهم سبعات اتبقى معايا كام؟ قال لك والله اتبقى برضو معايا واحد، تمام. يبقى لما نقلهم برضو سبعات اتبقى معايا ايه؟ واحد. وجه في الاخر قال لك والله انا برضو فاكر ان انا نقلتهم حداشرات، يعني 11 ب 11 اتبقى معايا كام؟ اتبقى معايا واحد، تمام. طيب تعالى نضربها بمثال تاني. بيقول لك ان انا مثلا عندي مجموعة من الكراسي في معمل وانا عاوز انقلهم في معمل تاني، بس انا معرفش عدد الكراسي دي. فقال لك والله انا لما نقلتهم اتنينات، اتنين باتنين اتبقى معايا كام؟ صفر. يعني لما نقلتهم اتنين باتنين ما تبقاش حاجة، والمعمل ايه في اخر نقلة نقلتها نقلت اتنين برضو والدنيا كانت تمام، ولما نقلتهم خمسات اتبقى معايا واحد، ولما نقلتهم سبعات اتبقى معايا واحد جبته في الاخر، تمام. يعني فضلت انقل خمسات 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 واخر نقلة نقلت فيها واحدة بس، سبعات 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 واخر نقلة اتبقى معايا واحد، حداشرات حداشرات والاخر نقلة اتبقى معايا ايه؟ واحد. دي تعالى نقول نمثل البروبلم دي بتاعتنا ايه، نفكر فيها كده. انا بقول لك لما نقلتهم كذا اتبقى كذا، لما نقلتهم كذا اتبقى كذا، اللي هو لما قسمتهم اتنينات باقي القسمه كان صفر، لما نقلتهم او بقسمتهم خمسات باقي القسمه كان كام؟ كان واحد، لما قسمتهم سبعات باقي القسمه كان كام؟ كان واحد، لما نقلتهم او قسمتهم حداشرات بحداشرات اتبقى معايا كام؟ واحد. اذا ده انا كده بدات اقول لك ده فلور ديفيجن، ده مين؟ ده المفروض انه باقي القسمه. يعني انا لما الرقم اللي معايا اللي هو هنسميه مثلا ام، الرقم الام ده هو ايه، او الرقم الاي ده هو ايه، أو مش هنسميه ام، معلش هنسميه ايه يا شباب، هنسميه ايه؟ هنسميه حرف الايه، كابيتال ايه، تمام. انا دلوقتي عاوز اوصل لحرف الايه، الايه ده اللي هو العدد، عدد الحاجات دي، عدد الكراسي او عدد البيض ده كان قد ايه، تمام.
فانا بقول لك ان انا الاي دي لما باقي قسمه الاي على الاثنين هو صفر، وباقي قسمه الاي على الخمسه هو واحد، وباقي قسمه الاي على السبعه هو واحد، وباقي قسمه الاي على الحداشر هو واحد. مفهوم الكلام لحد دلوقتي؟ طيب عاوزين نستخدم بقى الارقام اللي معانا دي نعمل نظريه استخدام المودلس. انا دلوقتي قلت لك ان انت بقى ايه ده مودلس 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 مودلس، هات لي بقى الرقم كان كام، بدام ان المودلس بتاع الارقام الرقم ده على الارقام دي بيساوي كذا، هات لي بقى الرقم ده كان كام. تعال نفكر مع بعض كده. قال لك بص انا هعمل ايه، قال لك اول حاجه عشان تحل البروبلم دي هتبدا تحسب لي اربع حاجات، ماشي اربع حاجات. خلينا نركز كده. اول حاجه هتبدا تنزل لي حاجه اسمها اي اي. مين الاي اي؟ الاي اي دي هي الرقم اللي اتبقى معاك، وهتنزل لي حاجه هنا اسمها ام اي. اسف دي ام اي سمول، عاوزين نفرق هنا ام اي سمول، ماشي. مين الام اي سمول؟ هي العدد اللي انت قسمت بيه ده، ماشي. الام اي سمول اللي هي 2 5 7 11 ده معطى، تمام. وعندك الاي اي هي دي، الاي اي هي دي المعطى بتاعك برضو اللي هو بواقي القسمه، يبقى 0 1 1 1. مبدئيا كده ده معطى، ده معطى بالنسبه لك. عاوز اوصل للايه، هتوصل لها ازاي؟ قالك اول حاجه لازم تلاحظ ان انت عندك الام اي دي، الام اي سمول لازم تكون كلها كو برايم مع بعضها. يعني ايه كو برايم؟ يعني مفيش رقم يقبل على رقم تاني، مفيش عامل مشترك ما بين رقم ورقم. ليه؟ هي الفكره بتاعتها، الاساس بتاعها كده، ان انا لازم تكون الارقام دي كلها كو برايم. يعني الارقام دي كلها لما تقسم الارقام، لما تقسم الرقم بتاعك ده لمجموعه من الارقام، او تجيب بقى قسمته على مجموعه من الارقام، لازم الارقام دي كلها تكون كو برايم. ده بيكون جيفن في المساله، لكن لازم تبقى فاهمه لو جالك ايه سؤال. كل الارقام الام اي سمول لازم تكون لها كو برايم مع بعضها، او ما تنفعش ايه يكون في عامل مشترك ما بينها وما بين ايه ما بين بعضها. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ اول حاجه بتحسب حاجه اسمها ام كابيتال، دي رقم واحد. انا رقم واحد حسبت الايه الام كابيتال. الام كابيتال بتساوي ايه؟ قال لك هتساوي الايه المالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن بتاع الام اي اللي هي الام واحد في الام اتنين في الام تلاتة في الام ايه اربعة. ده المالتيبليكيشن بتاعها، هضرب الام واحد سمول في الام اتنين سمول في الام تلاتة سمول في الام ايه اربعة. فين الام واحد؟ ادي اتنين تلاتة اربعة. وايا كانت بقى، لو كانت يعني معايا خمسة ان ستة ان سبعة ان، فانا بضرب ايه حاصل ضرب الامات دي كلها في بعضها، يبقى دي هتساوي كام؟ هتساوي اتنين في خمسة في سبعة في 11، اللي هي بتساوي كام؟ المفروض هتساوي معايا 770، تمام. دينا كده حسبت مين؟ حسبت الام اي، الام كابيتال، الام كابيتال حسبتها من الام ايز اللي ايه اللي جيفن معايا في المساله. بعد كده هتحسب ايه؟ قال لك هحسب حاجه اسمها ام اي كابيتال. مين الام اي كابيتال؟ الام اي كابيتال دي امرها بسيط جدا. قال لك بص يا سيدي، بتبدا تجيب الرقم اللي هو الام اي ده وتحسبه فلور ديفيجن على الرقم ده. الام اي ده فلور ديفيجن للام اي سمول، اللي هو هيساوي الام اي هتساوي ايه؟ هتساوي الام اللي انت حسبتها فلور ديفيجن مين؟ الام اي سمول. يعني ايه؟ يعني هنا هتساوي ايه؟ هنا هتساوي 770 في الاولى دي، هتساوي 770، اسف، هتساوي 770 على الكام؟ فلور ديفيجن الكام؟ الاثنين، اللي هي بتساوي كام؟ هنكبر دي شوية، يعني بتساوي كام دلوقتي يا شباب؟ المفروض 770 لما اقسمها على الاتنين تديني 385، 385. دي أول واحدة. تاني واحدة هحسبها بنفس الطريقة، اللي هي كام؟ 770 فلور ديفيجن خمسة، 770 فلور ديفيجن الخمسة، يبقى المفروض ان هي بتساوي كام؟ هتطلع معايا بتساوي 154. بعد كده نفس القصة، هحسب الرقم الجيفن معايا ده فلور ديفيجن كام؟ اللي هو 770 فلور ديفيجن سبعة، المفروض انه يديني كام؟ 110. والاخير هتديني كام؟ هتديني 70. يبقى انا كده حسبت ايه؟ حسبت اول حاجة حسبت، قلت لك الام سمول، الام كابيتال. بعد كده حسبت مين؟ اسف، الام كابيتال. بعد كده حسبت الام اي كابيتال، الام اي كابيتال هي الام اللي انت حسبتها فلور ديفيجن الام اي الجيفن. بعد كده هتحسب حاجه اسمها الام اي ماينس 1. مين الام اي ماينس 1؟ هي المالتيبليكيتيف انفيرس بتاع مين؟ بتاع الام اي، المالتيبليكيتيف انفيرس بتاع الام اي.
لو مش فاكر المالتيبليكاتيف انفيرس ارجع للفيديوهات اللي فاتت لما شرحنا فيها المالتيبليكاتيف انفيرس. وايه هو المالتيبليكاتيف انفيرس؟ هو ان انا هحسب اشوف الام اي ماينس 1 هتساوي الام اي كابيتال ماينس 1 مودولس الكام؟ مودولس الام اي سمول، اللي هو ايه؟ اللي هو الرقم تمام. هنكتب دي فوق، دي بتساوي الام اي ماينس 1 كابيتال مودولس الكام؟ الام اي سمول، ونمسح دي من تحت ونعوض هنا بالريزلت بتاعها. هنا المفروض تساوي معايا كام؟ هتساوي معاك ال 385 ماينس 1 مودولس الكام؟ مودولس الاثنين تمام، مودولس الاثنين. دي احسبها ازاي؟ اللي هو الرقم اللي لو ضربته في 385 وجبت مودولس الاثنين هيساوي كام؟ هيساوي 1. طيب دي اصلا المفروض ان الرقم ده 385 اكبر من الاثنين، فاول حاجه احسبه مودولس الاثنين وبعد كده اجيب المالتيبليكاتيف انفيرس. يبقى وكأن انا بحسب كام؟ بحسب، تعالى نصغر شوية، وكأن أنا هنا بحسب كام؟ بحسب اللي هي كام بقى؟ هحسب دي مودلس الاتنين الأول هتديني كام؟ هتديني 1 تمام، بقى قسمتها على الاتنين، كأن أنا بحسب 1 أس سالب 1 مودلس الكام؟ مودلس الاتنين، اللي هو المالتيبليكاتيف انفيرس بتاع الواحد على الاتنين. طب دلوقتي أنا عاوز أجيب إيه؟ عاوز أجيب رقم لما أضربه في الواحد مودلس الاتنين يديني كام؟ يديني 1، إذا اللي هو الواحد يبقى بتساوي 1 تمام. لو عاوز، لو في مشكلة في المالتيبليكاتيف انفيرس ارجع للفيديو اللي فات، او مش عارف فاكر كان اللي فات ولا اللي قبله، شرحنا فيه المالتيبليكاتيف انفيرس وحلينا المالتيبليكاتيف انفيرس، وهنشوف الكود برضو بتاعها مع بعض، وشفنا الاكليديان ديستانس وازاي ان احنا نستخدمه في حل المالتيبليكاتيف انفيرس تمام. يبقى ايه هو المالتيبليكاتيف انفيرس؟ هو الرقم اللي لو ضربته في 385 مودلس الاثنين يديني كام؟ يديني 1. طيب ده اصلا بيساوي كام؟ ده رقم اكبر من الاثنين، اذا هحسب ده مودلس الاثنين الاول هيديني كام؟ هيديني سالب 1 اس سالب 1، او المالتيبليكاتيف انفيرس بتاع السالب 1 مودلس الاثنين هيبقى كام؟ هيبقى بواحد، اللي هو الرقم لو ضربته في 1 مودلس الاثنين يديني 1، اذا هو الواحد. 1 في 1 بكام؟ بواحد، مودلس الاثنين بيديني 1. بعد كده هحسب ال 154 بنفس الطريقه اس سالب 1 مودلس الكام؟ مودلس الخمسه. دي هتساوي كام؟ المفروض ان هي هتطلع معايا على طول لما احسبها، هتطلع معايا ب4، والتانية اللي هي 110 مودلس السبعة، 110 أس سالب 1 مودلس السبعة هتساوي كام؟ دي هتساوي 3، والأخيرة برضو هتساوي كام؟ هتساوي 3، اللي هي 70 مودلس 70 أس سالب 1 مودلس الكام؟ مودلس الـ11. لو فيها مشكلة زي ما بقولك ارجع للجزء بتاع المالتيبليكاتيف انفيرس وازاي ان احنا بنحسبها. يبقى احنا أول حاجة حسبنا ايه؟ حسبنا الام كابيتال، دي رقم واحد اهي، رقم واحد حسبت الام كابيتال. وبعد ما حسبت الام كابيتال، طبعا الام كابيتال هي المالتيبليكيشن ده الحاصل، حاصل ضرب مين؟ الام 1 في الام 2 في الام 3 في الام 4 اللي هي جيفن بالنسبه لك. وقلنا ان الام اي جيفن دي لازم تكون كو برايم مع بعضها. بعد كده بتبدا ان انت تحسب الام اي كابيتال. الام اي كابيتال هي الام كابيتال فلور ديفيجن الام اي اللي جيفن معاك، يبقى اذا دي 770 على الاثنين تديك 385، الثانيه كام؟ 770 على الخمسه تديك 154. يبقى عندي الرقم ده هو الفلور ديفيجن بتاع الرقم اللي هو الام تمام، ودي كده ايه حسبته. بعد كده هبدا ان انا احسب الام اي ماينس 1. ايه هي الام اي ماينس 1؟ هي المالتيبليكاتيف انفيرس بتاع الام اي كابيتال، والمالتيبليكاتيف انفيرس شرحناه وقلنا بيتحل ازاي تمام. كده انا جبت الاول الثاني الثالث الرابع، اذا الارقام دي معايا. هبدا اعمل ايه بالارقام دي؟ قال لك هتحسب لي بقى الايه، الايه بتاعك اللي هو اللي انت عاوزه، الايه اللي هو ايه، اللي هو ده اللي احنا كنا بندور عليه، الرقم اللي هو عدد البيض او عدد الكراسي في المكان ده قد ايه. قال لك هتبدا ان انت تحسب، تحسب ايه؟ قال لك هتبدا تعمل السميشن لمين؟ اوفر اي، السميشن اوفر اي لمين بقى؟ للاي اي تمام، في الام اي كابيتال في الام اي ماينس 1 تمام. ايه ده؟ شوف يا سيدي، الكل ده بتحسبه ايه؟ مودولس الام كابيتال اللي انت حاسبها. طيب هحسب الكلام ده ازاي؟ انا عندي جيفن الاي اي اهي اللي هي كان باقي القسمه بالنسبه لي تمام، وعندي الام اي كابيتال انا حسبتها اهي اللي هي 385 154 110 70، وعندي الام ايه، الام اي ماينس 1 حسبتها اللي هي 1 و4 و3 و3. هتضرب مين؟ هتضرب الارقام دي في بعضها، اللي هو هتضرب بقى، لاحظ معايا الارقام ايه، الام اي اللي هي ام 1 او الاي اي اللي هي اي 1 اللي هي كام؟ 0 في ال 385 في الواحد زائد الكام بقى؟ الواحد في ال 154 في الأربعة
زائد الواحد في 110 في التلاتة زائد الواحد في 70 في التلاتة. هنشوف الكلام ده دلوقتي، والكل هتحسبه مودلس الكام؟ 770. يبقى ده بيساوي كام؟ تعالوا نصغر كده. يبقى قلنا هيساوي عندك أول حاجة هتقول لي ال AI اللي هي ال A1 بكام؟ زيرو في الكام؟ 385 في الواحد زائد كام بقى؟ التانية اللي المفروض واحد في ال MI كابيتال اللي هي ال M1، ال M2 بقى اللي هي ب 154 في الكام؟ الأربعة زائد ادي واحد في 110 في الأربعة زائد الواحد في 70 في التلاتة، وهتشوف ده كله بيساوي كام. المفروض ان الريزلت ده بتاعك لما تيجي تحسبه هيديك كام. طبعا ده كل ده كل ده هحسبه مدرس الكام؟ هحسبه مدرس الام، اللي هو كل ده هحسبه مودلس ال770. يبقى بيساوي كام؟ المفروض ان الرقم ده كله هيطلع معاك بكام؟ ب 1156. 1156. تسهيلا عليك بس، انت ممكن تعمل عمليات حسابية بتاعتك بالآلة الحاسبة عادي. كل ده هتحسبه مدرس الكام؟ 770. هيديك كام؟ المفروض انه في الاخر يديك 386. ايه معنى 386؟ 386 هي دي الريزلت بتاعنا، او هي دي الايه اللي احنا كنا بندور عليه، الرقم اللي احنا كنا بندور عليه هو ده عدد البيض او عدد الكراسي اللي انت كنت بتنقلها من مكان لمكان. تمام. يبقى شفنا كده الشاينيز ريميندر ثيوري ازاي ان هي قدرت توصل للرقم اللي احنا قلنا عليه. طيب الرقم ده هو كان قصته ايه؟ قصته ان انت عندك مكان معمل مثلا معين بتنقل في كراسي منه من معمل لمعمل، يعني من معمل واحد لمعمل اتنين، فالكراسي لما نقلتها اتنينات اتبقى معاك زيرو، ولما نقلتها خمسات اتبقى معاك واحد، ولما نقلتها سبعات اتبقى معاك واحد، ولما نقلتها حداشرات اتبقى معاك ايه؟ بقى معاك واحد. طيب بعد كده عملت ايه؟ قال لك انا قفلت المعملين ومشيت، وحد سألني قال لي انت نقلت كام كرسي؟ فانا مش فاكر، لكن انا فاكر العمليات اللي انا عملتها. تمام. فهروح اعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا اطبق الشينيز ريميندر ثيوري، ان انا هحسب الام اي اللي هي هجيب اول حاجه هحسب الام كابيتال اللي هي هتساوي المالتيبليكيشن بتاع الامات بتاعتي اللي هي الارقام اللي انا قسمتها، هتديني كام؟ هتديني 770. ولازم طبعا الارقام دي كلها تكون كو برايم مع بعضها، ما فيش حد بيقبل القسمه على تاني ولا في اي عامل مشترك ما بينهم. بعد كده حسبت الام اي كابيتال، الام اي كابيتال هي زي ما قلت لك الفلور ديفيجن بتاع الام كابيتال على الامات الصغيره دي. بعد كده هحسب السي ار تي ام اي ماينس 1، الام اي ماينس 1 دي هي مين؟ هي المالتيبليكيتيف انفيرس بتاع الام اي على الام اي سمول، وقلنا بنحسبها ازاي. بعد كده هبدا ان انا احسب الايه، الايه هتساوي السميشن بتاع الاي اي في الام اي في الام اي ماينس 1 الكل مدرس الام كابيتال. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تجمع وتضرب القيم بتاعتك، او تضرب تجمع القيم بتاعتك اللي هي الزيرو في 385 في الواحد زائد الواحد في 154 في الاربعه زائد الواحد في 110 في الثلاثه زائد الواحد في 70 في الثلاثه، عدتها لك تاني كله مدرس كام؟ مدرس 770. يبقى بيساوي كام؟ الريزلت بتاعي بيساوي 386. هو ده الرقم اللي انا كنت بدور عليه، هو ده رقم الكراسي او عدد الكراسي اللي كان في المعمل. ودلوقتي هتلاقي لو انت حسبت ال 386 مودلس الاثنين هتديك 0، 386 مودلس الخمسه تديك 1، 386 مودلس السبعه تديك 1، و386 مودلس ال 11 هتديك كام؟ 1. ممكن تجربها. طيب استخدامات الشاينيز ريميندر سيري، اول استخدام ان انا خلاص وصلت الرقم جيفن مجموعه من الارقام، يعني جيفن مجموعه من الارقام باستخدام المودلس واستخدام الفلور ديفيجن قدرت ان انا اطبق الخصائص بتاعتي، وقدرت ان انا اوصل لايه؟ للرقم اللي كان مبهم بالنسبه لي او ما كانش معلوم. طيب تاني استخدام ايه؟ شايف انا بالنسبه لي لو الرقم ده عندي كبير اللي هو 385 مثلا هيحتاج مساحه كبيره، ده جيفن يعني لان هو رقم ده كبير، بس طبعا في العادي ان هو بيكون رقم كبير جدا ممكن يكون مكون من 20 خانه او 40 خانه. شايف انا هحفظه في كام خانه؟ هحفظه في اتنين، ادي 1 2 3 4 اللي هو الاربع خانات دول بتوع المودلس بيسجلوا ايه؟ بيسجلوا الرقم بتاعي، يعني الاربع خانات دول زي ما انت كنت فاكر الاربع ارقام دول بس مش فاكر الرقم نفسه، قدرنا منه نجيب الرقم نفسه. فاللي عاوز اقوله لك ان احنا هنا ممكن نسيف الرقم ده باستخدام الاربع ارقام دول، تمام، اللي هي الاثنين والخمسه والسبعه وال11 والصفر والايه والثلاث وحاجه. دي معناها ايه؟ معناها ان انت الجيفن الارقام دي
والارقام دي تقدر ان انت توصل للرقم ده. طيب يبقى اول حاجه ان انا عملت حاجه اسمها ميموري اوبتمايزيشن، بدل ما يكون عندي رقم مكون من 20 خانه، يعني ممكن الرقم ده مثلا يكون كام، يكون مكون من 20 ديجيت او مكون من 20 خانه. يعني ايه 20 خانه؟ يعني عندي 20 ديجيت كده عاوز احفظ فيهم ايه الرقم بتاعي. طب عشان احفظ الرقم ده بتاعي في 20 ديجيت طبعا هيكلفني ميموري كتير، او ممكن يكون عندي رقم 2 3 4 5 10 20. فاول حاجه بعمل ايه، ببدا ان انا اجيب ارقام معينه بقى اللي هي كوبرايم، بفرض الام اي كابيتال الام اي سمول بتاعتي مجموعه من الارقام، وليكن 4 ارقام مثلا. لو انت عاوز تحفظ الارقام دي في ايه، في 4 خانات، تبدا تحسب الارقام دي وتبدا تحسب الام اي بتاعتك، تمام، وتحسب المودلس بتاعها اللي هو الاي اي، تمام، الاي اي لكل الارقام دي، بتبدا تحفظ بقى عندي في الميموري بس الاي اي ايه لكل الارقام دي، تمام. يعني انا مش محتاج احفظ الرقم الكابيتال، الرقم الكبير قوي ده هنشوف المثال ده مع بعض كمان شويه، بس انا مش محتاج احفظ الايه الرقم الكبير ده جدا. امال انت محتاج تحفظ ايه؟ كل اللي محتاج احفظه ان انا احفظ الاي ايز بتاعتي دي بس، اللي هم ال4 ارقام دول اللي هي الزيرو مثلا والتلات وحيد، وابقى فاكر خلينا نقول ايه الكي بتاعي اللي هو الام اي سمول اللي هو عدد التقسيمات بتاعنا كان كام. وفي اي وقت محتاج ان انا اجيب الارقام بتاعتي هطبق الشاينيز ريميندر ثيوري، هيطلع لي الرقم بتاعي ايه الكبير بالشكل ده. طيب يبقى اول استخدام عندي ان انا عملت ميموري اوبتمايزيشن وحفظت، او اول استخدام بالنسبه لي ان احنا قلنا ان احنا وصلنا للرقم اللي كان مجهل بالنسبه لي. تاني استخدام ان انا عملت حاجه اسمها ميموري اوبتمايزيشن، حفظت رقم كبير جدا مكون من 20 خانه و40 خانه في 4 خانات بس اللي هم ايه الاي ايز بتاعتي، وباستخدام الام اي والشينيز ريفندر سيرو ممكن ان انا ارجع للرقم تاني. طيب ده تاني استخدام. تالت استخدام ايه؟ قال لك ان انت لو عاوز بقى تعمل عمليات حسابيه على 20 رقم، على 20 خانة مثلا، او على 20، انا بقول 20 دي رقم افتراضي، يعني ممكن يكون 40 50 60 70 100 او رقم كبير، تمام، هنسميه مثلا ده ايه وهنسمي ده بي. انت عاوز تعمل عملية حسابية على الاي والبي، وليكن مالتبليكيشن او ديفيجن او سميشن او سبتراكشن. فالعملية دي لما يكون العاملين الرقمين او العاملين بتوعنا كبار قوي بتسبب لي مشاكل في الميموري وفي برضو وفي البروسيسنج، تمام. فانا ممكن ان انا استخدم ايه، قال لك هتشتغل على الاي اي والبي اي بتاعتك بس، يعني هتحسب ده هتحسب له بي اي، هنشوف ازاي، تمام، هتحسب له البي اي وده هتحسب له الاي اي اللي هما الايه ال4 خانات بتوعه 1 2 3 4، وده هتحسب له برضه 4 خانات 1 2 3 4، وتبدا تعمل العمليات بتاعتك الاوبريشنز بتاعتك كلها على الاي اي وعلى البي اي. يعني ايه؟ عاوز تضرب تضرب، عاوز تجمع تجمع، عاوز تطرح تطرح، هتطرح بس الايه ال4 خانات دول من بعضهم هيديك ايه 4 خانات تانيين. اذا هو ده الريزلت، واضح؟ اذا هو ده ايه ده الريزلت. هنشوف مع بعض مثال توضيحي بس اتمنى يكون الكلام واضح. يبقى الشينيز ريميندر سيري هعيد اخر مره، مع ان انت ممكن تعيد الفيديو. اول حاجه شفنا ازاي احنا هنوصل لرقم من مجموعه من الارقام، بعد كده اللي هي كانت بقى القسمه بتاعته على ارقام معينه، بعد كده شفنا تاني استخدام ان انت ممكن خلاص بعد ما وصلته ممكن انت خلاص مثلت الرقم بتاعك فيه 4 ارقام، ممكن انت تحفظ ال4 ارقام دول وفي اي وقت ايه ترجع للرقم بتاعك الاصلي اللي هو ممكن يكون كبير، فانت تعمل ميموري اوبتمايزيشن انا هحفظ 4 ارقام لكن في الاصل هو رقم كبير. تاني استخدام قلنا ان احنا ممكن او تالت استخدام قلنا ان احنا ممكن نعمل عمليات بقى حسابيه على رقمين كبار، تمام. الرقمين الكبار دول هتسبب لي مشكله لما اجي اضربهم مثلا او اجمعهم او اطرحهم، هتحتاج مني ميموري وهتحتاج مني بروسيسنج عالي. قال لك لا، انت هتمثل لي ده باستخدام الشينيز ريميندر ثيوري في 4 خانات، وهتمثل لي ده مثلا في 4 خانات او في ان خانات، ممكن 5 ممكن 6 ممكن 7، لكن لازم الام اي سمول بتاعتك دي كلها تكون ايه، تكون مالتيبليكاتيف، ما تكون ما فيش عوامل مشتركه ما بينها او بنسميها كوبرايم. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ قال لك امسك الاي اي والبي اي، هبدا ان انا اضربهم اجمعهم واطرحهم او اعمل اي عمليه ان انا عاوز اعملها عليهم، وبعد كده احفظ الريزلت بتاعي او اخد الريزلت بتاعي برضه هيكون في شكل 4 ديجيت، عاوز احوله للاصل بتاعه، ببدا ان انا استخدم الشينيز ريميندر ثيوري في ان انا اوصل له زي ما وصلت للايه للايه اللي احنا شفناها دي، تمام. هنوقف الفيديو عند هنا وهنشوف التطبيق بتاع الامثله دي في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.